السلام عليكم. 48 ساعة عصيبة مملوءة بتساؤلات عن ملابسات الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء الثلاثاء الماضي. انتهى الانفجار في حينه، لكنه أطلق سيلا كبيرا من الأسئلة الممزوجة بالقلق عما حصل. كيف يقع مثل هذا الانفجار الهائل وسط مرفأ غارق بين الأحياء السكنية؟ لماذا احتفظ بمواد خطيرة وشديدة الانفجار بين السكان طوال 6 سنين؟ لماذا سارعت الحكومة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطالبتها بإصدار نتائج تحقيقاتها في فترة قياسية لا تتجاوز 5 أيام بشأن مثل هذا الحدث الجلل؟ بل لماذا طالب فريق مهم من اللبنانيين بينهم 4 رؤساء حكومة سابقين وقيادات درزية ومسيحية بارزة بإجراء تحقيق دولي؟ هذا الانفجار الذي سبق إصدار الحكم النهائي في قضية اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، وهي القضية التي يقف على قائمة المتهمين فيها حزب الله اللبناني. قد يغير هذا الانفجار وجه لبنان السياسي بعد عقود من عجز كل المحاولات عن إحداث مثل هذا التغيير، على الأقل من وجهة نظر بعض المراقبين. ما وراء انفجار مرفأ بيروت هو حديث العرب في هذه الأيام، مثل ما هو كذلك في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. أهلا بكم. انفجار هائل هز العاصمة اللبنانية بيروت أعاد إلى ذاكرة العالم انفجار هيروشيما المدمر، لكنه كان هذه المرة في مرفأ بيروت، أهم المرافق الحيوية في لبنان، ليحوله إلى ركام اختلط بجثث القتلى ودماء الجرحى وغيب كثيراً من المفقودين، وشرد نحو 300,000 شخص في مشهد مروع قل نظيره. الانفجار الضخم الذي أسفر عن حصيلة قابلة للزيادة عن قتل أكثر من 135 شخصاً وإصابة نحو 5,000 بجروح بحسب منظمة العفو الدولية التي دعت إلى تحقيق دولي مستقل، وصفة المشاهد التي عقبت الانفجار بأنها كانت مدمرة ومروعة لبلد يعاني أساساً وتحت ضغط أزمات متعددة. وزير الصحة اللبناني قال إن حصيلة المفقودين تفوق أعداد الجثث، وذكر سماع أصوات أنين من تحت الركام بينما غصت مستشفيات العاصمة بضحايا الانفجار. مصادر أمنية أكدت أن الانفجار ناجم عن وجود 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في المرفأ منذ أكثر من 6 سنوات. صادرها القضاء اللبناني حين وصلت سفينة إلى مرفأ بيروت الذي تسيطر عليه ميليشيات حزب الله، بينما ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن انفجار بيروت قد يكون بسبب هجوم مروع. تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي قال إن أكبر تحدي حقيقي أسهم في تدمير لبنان هو ميليشيا حزب الله وإيران، وذكر أن التقييمات النهائية خلصت إلى أن لبنان بحاجة إلى 93 مليار دولار لإنقاذ البلد، وهو أمر يستحيل تنفيذه في ظل وجود ميليشيا حزب الله في السلطة، مؤكداً أن أي دعم يحدث حالياً للبنان ودعم لهذه الميليشيات. وهذا ما أكده رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة من أن المشكلات في لبنان ناتجة عن سيطرة ميليشيا حزب الله على الدولة. هيئات علماء المسلمين في العراق أعربت عن ألمها وأسفها للانفجار الهائل في مرفأ بيروت، وقالت إن الانفجار حول بيروت إلى مدينة منكوبة وسط أزمة اقتصادية خانقة وتسلط قوى حزبية على القرار السياسي والأمني في البلد. وأعلنت الهيئة تضامنها مع الشعب اللبناني، داعية المسؤولين اللبنانيين إلى إعلان الحقائق المتعلقة بما حصل، وأكدت أن ما حل بالشعب اللبناني يشبه ما حصل ويحصل للشعب العراقي منذ سنوات، فالذي يقف وراء مشكلات البلدين الجهات الخارجية الإقليمية وأدواتها الطائفية في المنطقة. هذا وعبر معتصمو ساحة التحرير عن تضامنهم مع الشعب اللبناني، وحذروا من تكرار المشهد في بغداد بالتزامن مع إطلاق وسم بعنوان إبعاد العتاد عن المدن، مبينين أن الأحياء السكنية في مدن العراق قد تحولت إلى قنابل موقوتة بسبب مخازن السلاح التابعة للميليشيات.
للحديث عن هذا الموضوع معنا في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني وعبر سكايب من صيدا السيد حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والدراسات. أهلا بكم ضيفي الكريمين. نبدأ من صيدا. سيد حسان، يعني سؤال بدهي لكنه حتى الآن وبعد مضي 48 ساعة لم يجب عليه، هل الأمر عارض أم مدبر؟ ما حصل الآن في هذا المرفأ كان عارضا نتيجة خطأ بشري أم أنه مدبر ومفتعل؟ وقع الإرباك الذي أصاب الأجهزة الأمنية اللبنانية يؤكد أن هناك شيئا لابد من متابعته والتأكد مما تسبب في هذا الانفجار الذي أدى إلى نكبة بيروت وإصابة بيروت بمصيبة بالغة الخطورة. البيان الأول الذي صدر عن جهاز مخابرات الجيش قال إن مفرقعات مخزنة في العنبر رقم 12 وقد تفجرت، ثم قام اللواء عباس إبراهيم مدير الأمن العام بالإعلان عن أن هناك مواد مخزنة في الأمونيا، نترات الأمونيا، وهي التي انفجرت بعد أن تم تخزينها لمدة سنوات. ثم تم القول أن هذه المواد مخزنة منذ 7 أو 8 سنوات، ثم تم تعديل التاريخ حيث أصبحت عام 2014 و2016، ليتبين لاحقا أنها مخزنة منذ العام 2014. هذا الإرباك يؤكد أن هناك شيئا يتطلب تحقيقا دقيقا ويتطلب تحقيقا شفافا لمعرفة السبب الحقيقي لهذا الانفجار ولإعطاء صورة واضحة للجمهور اللبناني والمصابين بشكل خاص عما كان السبب الرئيسي في هذا الانفجار. البعض يقول، وأنا أميل إلى هذا الرأي، أن هناك عدوانا إسرائيليا قد وقع على هذا المخزن، لأن بنيامين نتنياهو رئيس كيان العدو الصهيوني. لكن إسرائيل نفت. إسرائيل نفت. حتى لو نفت، لكن هو كان في خلال لقاء في الأمم المتحدة قد نشر خريطة لإدانة حزب الله لأنه يقوم بتخزين مواد متفجرة لصناعة الصواريخ في أماكن سكنية أو بالقرب من أماكن سكنية في لبنان، وأشار من بينها إلى العنبر رقم 12 في ميناء أو مرفأ بيروت اللبناني. إذن ليست مصادفة أن ينفجر هذا العنبر الذي أشار إليه بنيامين نتنياهو قبل فترة. ثم عقب الانفجار كانت إسرائيل قد صرحت بأن هذا عقاب وهذا نموذج عما قد يطال من يحضر للاعتداء على إسرائيل أو للعدوان عليها. لكن ما جرى عقب هذا الانفجار من جريمة بشعة ضد الإنسانية، من سقوط آلاف الجرحى ومئات القتلى والدمار الهائل الذي أصاب بيروت، ربما دفع إلى إسرائيل إلى الإحجام عن إعلان المسؤولية أو عن القول بأنها كانت وراء هذا الانفجار. الشيء الآخر الذي خدم الكيان الصهيوني هو إحراج حزب الله. حزب الله محرج لأنه لا يستطيع أن يقول أن إسرائيل قد اعتدت على مستودع يخصه في مرفأ بيروت، مما يستدعي منه ردا مباشرا على هذا العدوان الإسرائيلي. ثانيا، سوف يدان مباشرة من الشعب اللبناني قبل المجتمع الدولي بأنه قام بتخزين مواد متفجرة ممكن أن تستخدم في صناعة الصواريخ وغيرها من المتفجرات في مرفأ عام قريب من الأماكن السكنية، وأي خلل أو أي خطأ أو أي مواجهة قد يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنية وأبرياء من المدنيين. إذن هناك مصلحة مشتركة لإسرائيل بعدم إعلان المسؤولية ومصلحة لحزب الله بعدم اتهام إسرائيل، لذلك خيم الصمت على حزب الله منذ وقوع الانفجار ولم يعطي أي تفسيرات أو حتى لم يطلق أي اتهام. ما تفضلت بذكره سيد حسان هو يمثل في نهاية الأمر رأي بعض اللبنانيين، لكن ثمة رأي آخر يركز على فرضية الإهمال، وهنا دعني أتحول إلى الاستوديو. فريق من اللبنانيين يركز على فرضية الإهمال وهذا الاتجاه الذي تتجه إليه لجنة التحقيق المكلفة الآن التي يرأسها رئيس الحكومة شخصيا، جهد التحقيق يركز على فرضية الإهمال، هل هذا التركيز يعني بالضرورة إهمال وإسقاط إلى الأبد فرضية الاعتداء الخارجي كما قال حسان من صيدا؟ يعني حتى فرضية الإهمال لم تقدم ما يثبتها حتى اللحظة، يعني كما أشار الأستاذ حسان كان هناك اضطراب في الرواية الرسمية، حتى اللحظة لم تنشر الوثائق بشكل رسمي من قبل لجنة التحقيق، يعني هناك معلومات يمكن استخراجها بدقائق من قبل لجنة التحقيق وهي الوثائق المرتبطة بالشحنة، متى دخلت متى خرجت من المسؤول، المراسلات الرسمية التي حصلت بشأنها لم تنشر إلا من قبل بعض الإدارات، لكن لجنة التحقيق نفسها لم تنشر هذا الموضوع. وبالتالي المعلومات البديهية الأساسية حتى اللحظة لا نعرف عنها شيئا على الأقل من جهة لجنة التحقيق، وبالتالي واضح أن هذا التحقيق في مشكلة، في نوع من
الاضطراب أو محاولة إما التغطية على فرضية أن الموضوع عبارة عن مفتعل، وإما محاولة إنقاذ المتهمين أو المهملين الرئيسيين لهذا الموضوع، بمعنى هناك رؤوس كبيرة كبار الموظفين ربما يراد إنقاذهم وإخراج الموضوع ليتحمل مسؤوليته بعض الموظفين الصغار. هذا أحد فرضيتين، لأن حتى اللحظة التحقيق الرسمي اللبناني لا يبدي فعلا جدية، المؤسسات الرسمية اللبنانية لم تبدي أيضا جدية مع هذا الموضوع. يعني الدخول إلى مسرح الانفجار أبني على ما ذكرته عبد الرحمن، يعني عدم الجدية أو التركيز على فرضية الإهمال، هل هناك نية مبيتة من قبل المسؤولين اللبنانيين بإهمال قضية الاعتداء الخارجي؟ أنا بتقديري أن لا أحد له مصلحة بأن يكون هذا الموضوع اعتداء خارجي أو يعرف الناس أنه اعتداء خارجي، لأن حزب الله هو الآن أصلا وعد بالرد على مقتل أحد عناصره في سوريا، وحتى اللحظة لم يستطع أن يرد، وبالتالي هو لن يكون أمام تحدي برد أكبر، وهو ربما غير مهيئ له. الموضوع الثاني أن الدولة اللبنانية نفسها هي آخر ما تريده توتر مع سواء لا مع خارجي مع إسرائيل أو داخلي ضمن حزب الله. الدولة اللبنانية أو السلطة الحاكمة هي في أضعف أوقاتها، ليست يعني حتى لو لم يكن الموضوع مفتعلا ستقول أنه هو غير مفتعل، لأن لبنان السلطة الحاكمة هي ليست بحاجة لأي نوع من التوتر الخارجي بهذا الموضوع، وبالتالي ربما المصلحة يعني أنت تقول أن السلطة اللبنانية ليست بحاجة إلى التوتر سواء على الصعيد الخارجي مع الكيان الإسرائيلي أو مع حزب الله، يعني كما لو أنك تفترض أن هناك نوع من المباينة بين السلطة الحاكمة وحزب الله، أليست هذه من ذاك؟ أنا أتكلم هنا عن حلفاء حزب الله في السلطة وعن شكل السلطة بشكل عام. يعني هل مثلا أيضا هناك فرضية غير فرضية أن يكون إسرائيل هي من قصفت، هناك فرضية أن تكون إيران هي من فجرت أو حزب الله أو أحد الأطراف، لأنه كنا نرى تفجيرات في الداخل الإيراني والآن انعكست البوصلة وأصبحت تفجيرات في خارج إيران، وكأن هل يراد أن نعكس البوصلة من تفجيرات في الداخل إلى الخارج؟ هل هذا الموضوع يشبه ما حصل من اغتيال الرئيس الحريري عام 2015 أو تفجير مرقد الإمامين العسكريين في العراق، وهو الذي يعني هذه أعمال مشابهة لبعضها البعض، ربما هي كان الغرض منها عكس بوصلة الرسائل هذه السرية التي لا يعلن عنها إعلاميا بين الدول. تفجيرات إيران هي ربما أيضا هي رسائل خارجية حصلت، فهل إيران تريد إرسال رسالة أخرى؟ لا نعرف، وبالتالي حتى هناك فرضية العمل المفتعل لا تنحصر فقط في إسرائيل، بل ربما قد يكون إيران أو حزب الله من ورائها. هناك شيء يراد أن يخفى، قد يكون فعلا الموضوع هو مجرد إهمال لكن يراد إنقاذ رؤوس متورطة في هذا الإهمال، وقد يكون فعلا هناك عمل مفتعل ولا يراد للناس أن تعرفه. طيب دعني أعود إلى سيد حسان، يعني دعنا ننشئ مسارا آخر في الحديث في هذا الموضوع، لأن هناك كثير من الأسئلة والكثير من الآراء والتعليقات. لماذا إسرائيل بعد 6 أعوام من تخزين هذه المواد وهي على علم بوجودها تقرر بين لحظة وأخرى أن تقصفها، بينما هناك من يقول إن هذا الانفجار دفع المحكمة الدولية المختصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري إلى تأجيل هذا القرار إصدار الحكم النهائي في هذه القضية، وحزب الله متهم طبعا هو الأساسي في هذه القضية. هذا الانفجار أجل القرار لمدة نحو 2 أسبوع تقريبا، ألا يمكن الاستناد على هذا التأجيل سيد حسان؟ ألا يمكن الاستناد على هذا التأجيل كقرينة في تحديد دوافع هذا الانفجار أو افتعاله برأيك؟ إذا سمحت لي، هناك بعض المعطيات الجديدة اليوم لابد من الإضاءة عليها قبل الوصول إلى موضوع المحكمة الدولية. تم نشر تقرير نشر اليوم صادر عن العقيد جوزيف سكاف الذي كان رئيس شعبة مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الأجهزة الأمنية اللبنانية عام 2014 في شهر شباط فبراير من عام 2014، وفيه يذكر أن هناك كمية من الأمونيوم المخزن والتي تشكل خطراً على السلامة العامة مخزنة في مرفأ بيروت في العنبر رقم 12، وقد أرسلها للمعنيين في الأجهزة القضائية والمسؤولين السياسيين. العقيد جوزيف سكاف وجد مقتولاً عام 2017 أمام منزلي، والتشريح أشار إلى أنه قد توفي نتيجة سقطة أو انزلاق قدم سقط بنتيجتها على رأسه من علو أو من ارتفاع 3 أمتار مما أدى إلى وفاته. إذن هناك وفاة وهناك تقرير وهناك عقيد يعرف التفاصيل. ثانيا، هذه المواد المخزنة هل هي فعلا مخزنة أم أن هناك مواد جديدة يتم تغييرها أو استخدامها في صناعة الصواريخ وغيرها؟ لا يمكن القول أنها فعلا ما انفجر هو هذه المواد المخزنة، ربما هذا المخزن الذي اعتبر أنه للتخزين قد يستخدم لأشياء أخرى وتحت شعار أنه مغلق بسبب تخزين مواد ممنوعة.
ما جرى اليوم ايضا ان هيئه التحقيق الخاصه بموضوع هذا التفجير او الانفجار قد قررت حجز اموال 7 مسؤولين من بينهم مدير المرفأ ومدير الجمارك، ومدير الجمارك للمفارقة هو عضو في الهيئة التي تحقق. تم حجز أموالهم ورفعت السرية المصرفية عنها بأمر من المحكمة من النيابة العامة التمييزية، وتم إبلاغ المصارف من قبل حاكم مصر. ماذا يفهم من هذه التطورات سيد حسن؟ من السفر بأمر من المحكمة التمييزية. وإذن هناك معطيات جديدة، والسبب هو التدخل الدولي الحقيقي والفعلي الضاغط باتجاه كشف كافة الأوراق، أوراق تدخل حزب الله في شؤون المؤسسات اللبنانية، واستخدام مرفأ بيروت ومطار بيروت والمعابر الحدودية لخدمة مشروعه في تخزين الأسلحة والصواريخ الدقيقة التي أشارت إليها إسرائيل، والتي هي يقوم بصناعتها وتخزينها برعاية إيرانية. واليوم قبل قليل نشرت محطة الأم تي في التلفزيونية لمجموعة من سيارات إسعاف الهيئة الصحية التابعة لحزب الله، وهي تدخل إلى المرفأ إلى العنبر الثاني عشر الذي تم تدميره أو تفجيره أو انفجر تلقائيا، ولا أحد يعلم ما سبب دخول هذه السيارات التابعة لحزب وميليشيا. يقول أن لا علاقة له بالمخزن، ويقول أنه لا غير معني بما جرى. لماذا دخلت هذه السيارات أمام الجيش اللبناني وأمام الأجهزة الأمنية دون توقيفها أو حتى منعها؟ وتقول المحطة أيضا قبل قليل أن مجموعة من المخبراء البلجيكيين الذين حضروا إلى لبنان لمتابعة البحث مع اللبنانيين عن الأشلاء وعن الناجين وعن أسباب الانفجار منعت لساعات من الدخول إلى المنطقة لمباشرة عملية. طيب سيد حسان، هذه المعطيات كلها التي نقلتها لنا يعني إلى ما تلمح؟ ماذا تريد أن تقول بالتحديد؟ ما أقوله أن حزب الله معني فعلا بأن هناك شيئا يجري في مرفأ بيروت، وكان سبق أن قال الوزير السابق وزير الأشغال غازي العريضي قبل سنوات أن حزب الله يملك مدخلا ومخرجا خاصا به في مرفأ بيروت يشكل له موردا ماليا. يمكن أن يكون ضالعا في هذا التفجير؟ لا بالضرورة أن يكون ضالعا، لكن ربما هذا المخزن يستخدم بأشياء أخرى، وفعلا إسرائيل قامت بقصفه بتدميره، أو أن هناك شيئا أو خللا وقد وقع وأدى إلى انفجاره. وفي الحالتين هذا المكان معني به حزب الله. طيب عبد الرحمن، يعني هل يمكن الربط بين قرار المحكمة والتمديد للقوات الدولية في هذه الأيام في لبنان وقرار المحكمة الحكم النهائي في قضية اغتيال حريري وحزب الله متهم فيها؟ هل يمكن الربط بين هذا الموضوع وما حصل من انفجار؟ من ناحية السياق، هو وجود الانفجار في هذا السياق يعني هو مثير لكثير من التساؤلات. هل ممكن أن يكون من الصدفة أن حصل حادث عراتي فيها؟ نعم ممكن، لكن الأغلب أن السياق فعلا مريب، يعني يثير كثير من التساؤلات، سواء موضوع المحكمة، موضوع تمديد اليونيفيل، أو سواء التوتر الحاصل في الجنوب اللبناني وفي الجولان، وبالتالي هناك مجموعات رسائل دولية تحصل، فهل ما حصل هو إحدى هذه الرسائل؟ نعم قد يكون جدا، التوقيت مريب جدا، التوقيت يدعونا لكثير من الشك، لكن طالما الخطورة أننا حتى اللحظة لا نمتلك معلومة، لا يراد لنا أن نمتلك معلومة، وبالتالي تبقى كل السيناريوهات ممكنة، حتى تأتي معلومة موثقة، حتى فعلا تخرج معلومات منطقية نستطيع على أساسها أن نبني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعني تحدث عن هجوم، وبالتالي هل هو يملك معلومات أم مجرد تحليل؟ ربما يملك، ربما الأمريكيون فعلا يملكون معلومات عن هجوم، وربما سيكشفون في المستقبل. سنبحث موقف الرئيس الأمريكي بعد الفاصل، لكن إلى أي درجة هناك يعني رأي عام لبناني مقتنع بشكل أو بآخر أن ثمة يمكن أن يكون لحزب الله أصابع في هذا الهجوم، مع الاعتراف بأن الأمر ما زال مبكرا على اتهام أي جهة بعينها؟ اللبنانيين يعرفون أن هذا بحكم الواقع، أن حزب الله لديه حصة في هذا المرفأ تمر بضاعة بدون أن تمر على الجمرك، وبالتالي حزب الله هو جزء من عملية التحكم الحاصلة في المرافق العامة، تحديدا في المرفأ أو في المطار أو على الحدود. حزب الله في كلا هذه المناطق الثلاثة يملك سلطة خارج سلطة الدولة بطبيعة الحال، وبالتالي هذا موضوع معروف أن حزب الله هو جزء من هذا الخلل الأساسي في أداء مؤسسات الدولة، وهو يغطيها، وهو غطاها منذ انطلاق مظاهرات 17 تشرين، وهو كان الحزب اللبناني الأكثر
مواجهة للحراك الشعبي الذي انطلق منذ 10 شهور أو 11 شهرا، وبالتالي حزب الله نعم هو جزء من هذه المشكلة، هو ليس كل المشكلة بطبيعة الحال، لا يمكن أن نختزل مشكلة لبنان كله بحزب الله، لكن هو جزء أساسي من هذه المشكلة، وهو يأخذ على عاتقه للأسف الحفاظ على هذه المشكلة، بمعنى أن الحفاظ على الوضع القائم الذي يعني لماذا يعني أنا لو نقلت لك رأي بعض السائلين، من الشارع اللبناني لماذا توزع المشكلة على كل اللبنانيين ولا توزعه على من يقود البلد الذي هو المتحمل المسؤولية في النهاية؟ أنا أقول هذا رأي مطروح كل اللبنانيون، الطبقة السياسية اللبنانية نعم المتحمل حتى المسؤولية. الطبقة السياسية يعني الطبقة السياسية من الذي يوجهها؟ أنا يعني لنكون واقعيين، الطبقة السياسية ومنها خصوم لحزب الله ومنها الناس من حزب الله جميعها متورطة في تفكيك مؤسسات الدولة. هذه البضاعة إن صدق أنها دخلت في 2014 فهي مرت على 3 حكومات وعلى 3 وزراء نقل طيب مختلفين من مختلف الأحزاب والجميع أهملها. النخبة السياسية متورطة باستقلالية عن حزب الله أم تحت إشراف الحزب؟ حزب الله هو جزء من هذه النخبة، يعني ما نقوله أن هو أن النخبة السياسية بأكملها بكل صراعاتها بين بعضها هي جزء هي في طرف، والشعب اللبناني أصبح في طرف آخر، هي لم تعد تمثل من الشعب اللبناني إلا جزء من المستفيدين منها. اليوم الشعب اللبناني بدأ، لا نقول أنه خرج نهائيا، لكن بدأ يخرج من عباءة الزعامات السياسية وبدأ فعلا يقول أنها لا تمثلنا، ومن ضمن هذه الزعامات حزب الله بطبيعة الحال. طيب نواصل حديثنا بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، نلوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة الحديث عن التداعيات المحتملة لانفجار مرفأ بيروت في الثلاثاء يوم الثلاثاء الماضي. سيد حسان، لجنة تحقيق شكلت على عجالة وطولبت بتقديم نتائج تحقيقها في غضون 5 أيام لا أكثر. في هذا السياق سيسأل مراقب، هل تملك هذه اللجنة القدرة والصلاحية على متابعة ملف خطير وشائك قد يكون متورطا فيه جهات متنفذة في البلاد، وهل 5 أيام تكفي لهذه المهمة الشائكة؟ لقد ذكرت لك قبل قليل أن مدير الجمارك والذي هو متهم من قبل كثير من القوى اللبنانية بأنه جزء من منظومة الفساد هو عضو في لجنة التحقيق. إذن المواطن اللبناني لا يثق بهذه السلطة وبمن تكلفه بالتحقيق، لذلك الجميع معظم القوى السياسية الآن وحتى الجمهور اللبناني يطالب بلجنة تحقيق دولية محايدة تستطيع أن تدرس الموضوع بجدية وتحدد من قام بهذا العمل أو من الذي قام بتخزين هذه المواد أو يستعمل هذا العنبر لاستخدامه لأمور عسكرية أخرى. وشيء آخر أريد أن أضيء عليه، أن حزب الله هو جزء من منظومة الفساد في لبنان، هو يغطي الفساد ويشارك في هذا الفساد مقابل تجاهل سلاحه ودور هذا السلاح، وسأعطي مثلين على هذا الموضوع. حزب الله قام باحتلال مسجد الظاهر ببرس وهو تابع للأوقاف الإسلامية السنية في مدينة معلبك، وبرغم الادعاء من قبل الأوقاف الإسلامية أمام المحاكم القضائية اللبنانية لاسترجاع هذا العقار منذ العام 2010 إلى الآن لم ينجح هذا القضاء في تحريك هذا الملف، وحزب الله قام بتغيير اسم المسجد فأصبح اسمه مسجد رأس الحسين ووضع يده عليه ويقوم بممارسة طقوسه وكافة احتفالاته ومهرجاناته وخاصة في عاشوراء في تلك المنطقة. مسجد الرسول الأعظم ومستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت
هي عبارة عن عقارات تابعة للرهبانية المارونية، ورغم مطالبة الرهبانية المارونية بعقاراتها أو على الأقل بتوقيع عقد إيجار ما بين الرهبانية المارونية وحزب الله الذي يهيمن على هذه العقارات، إلا أنه يرفض والقضاء لا يتحرك أو على الأقل لا يستطيع أن يتحرك. إذن هناك تبادل مصالح ما بين حزب الله وما بين المنظومة السياسية التي تغطي فساده وهو الذي يغطي فسادها وتتجاهل سلاحه. لذلك من هنا لا يثق المواطن اللبناني بهيئات التحقيق اللبنانية، لأنها سوف تتعرض لضغوط من قبل حزب الله أو من قبل مرجعياتها السياسية حرصا على مصالحها المشتركة، من حيث غطيني لغطيك، هذه هي المنظومة اللبنانية التي تعمل على خدمة مصالح بعضها البعض وحماية أهدافها ومشاريعها التجارية أو حتى المالية على الساحة اللبنانية. طيب يعني هذا التشكيك الذي نقله حسان من صيدا في هذه اللجنة التحقيق وعجزها عن إصدار نتائج تقنع الشارع العام اللبناني، هل هذا يعزز الرأي اللبناني الداعي إلى تشكيل تحقيق دولي في هذه القضية؟ يعني 4 رؤساء حكومة وجعجع وجنبلاط، أسماء كبيرة تطالب بتحقيق. المشهد شبيه بما حصل في لبنان عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري. يعني عند ذلك يعني فعلا كانت السلطات اللبنانية متلكئة في اتخاذ إجراءات حقيقية، ثم خرجت مطالبات داخلية بتحقيق دولي، ثم أتت موافقة دولية على هذا التحقيق. لا نعرف الآن إن كانت الأمور ستذهب بهذا الاتجاه، لكن يبدو أن الأمور تذهب بهذا الاتجاه. يعني الاهتمام الدولي الكبير بهذا الحدث دليل على أنه لن يمر بطبيعة الحال مرور الكرام. عمليا ممكن الاتجاه نحو تحقيق دولي في لبنان الآن؟ نعم ممكن، كما حصل تحقيق دولي بخصوص اغتيال الرئيس الحريري، قد تحصل او قد هناك احد البنود اما ان يضم هذا الملف الى ملف الاغتيالات وبالتالي لن يتطلب قرارا دوليا، او ان يخرج قرار دولي بالتحقيق اذا ثبت، اذا لم تستطع السلطه اللبنانيه ان تقدم روايه مقنعه بهذا الموضوع، لان على الاغلب ونحن نتوقع انه في الايام المقبله سنكون امام موجة ثورية جديدة يكون شرارتها هذا الانفجار، وبالتالي سيحرك الوضع السياسي الداخلي، وبالتالي سيكون نافذة لأي تدخل خارجي من هذا الموضوع. ولا ننسى لو نريد أن نقارن بين 2005 و 2020، في 2005 هذا هكذا يعني حصل حادث كبير، تحرك داخلي، تحركات خارجية، خرج النظام السوري من لبنان. الآن نحن أمام حادث. هذا مرتبط بالحديث عن التداعيات ربما بعد الفاصل، هذا في المحور الأخير، لكن أنت ذكرت قبل قليل بأن هناك ربما يعني يراد التعتيم على بعض الشخصيات المتنفذة. الآن لدينا تركيز على قضية الإهمال، وأنت تقول بأن هناك محاولات للتغطية على الجهات المتنفذة في الدولة، هل هذا يعزز فرضية تورط حزب الله في هذه القضية؟ لا، حزب الله أو غير حزب الله، من يغطي حزب الله سواء مديرية الجمارك أو إدارة مرفأ بيروت أو إضافة للقوى الأمنية؟ لا عفوا، هذا قرار يعني تفجير مثل هذا بهذه القدرة التفجيرية الهائلة، لا أحد يملك القرار على هذا إلا أن يكون وصيا أو قويا. كلامي أن حتى فرضية الأهمال هي تحمل مسؤولية كبرى للدولة اللبنانية وللأحزاب اللبنانية ولحزب الله، لأن كلهم ينشطون في هذه البيئة، وبالتالي من هو المسؤول؟ وبالتالي لو نحن نريد أن نقوم بتحقيق واقعي، حتى لو أن فرضية الإهمال هي حقيقية والموضوع ليس مفتعل، حتى الإهمال ستتورط فيه رؤوس كبيرة من الجميع. بس عفوا عبد الرحمن، لا يمكن توزيع المسؤولية بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه لو كان مثلا هناك فريق آخر من غير حزب الله هو وراء هذا الانفجار، معناه أن هناك كما لو أنك تتحدث عن مقاومة لأسلحة وذخائر حزب الله في لبنان، وإذا ما كان حزب الله هو الذي مرر هذه العملية بمعنى أنه يريد تعطيل القرارات الدولية المتعلقة باغتيال الحريري وتمديد القوات الدولية في لبنان، يعني يجب حسم هذا الأمر وعدم تركه مائع. هي المسألة ليست توزيع مسؤوليات، هي المسألة باختصار أن الطبقة السياسية اللبنانية هي كتلة واحدة وإن تنافست سياسيا، بمعنى أن هي من تغطي بعضها، بمعنى حزب الله يغطي الآخرين والآخرين يغطي حزب الله. الآن هم على من يغطون لا نعرف، حزب الله هل هو الآن يغطي على طرف آخر أم هذه الأطراف هي تغطي على حزب الله؟ حتى اللحظة نحن لا نملك معلومات دقيقة، قد يكون الانفجار حصل عرضيا نتيجة أحد أنشطة حزب الله، قد يكون حصل عرضيا نتيجة أحد أنشطة مديرية الجمارك، ثم حصل الانفجار، قد تكون مخازن أسلحة انفجرت، قد تكون فعلا نترات الأمونيوم، نحن حتى هذه اللحظة لا نعرف. لكن الواضح أن من يحكم لبنان الآن هو المسؤول، من يحكم لبنان الآن ومن حكم لبنان منذ 6 سنوات إلى الآن، منذ التاريخ الذي قيل أنه دخلت فيه هذه الشحنة، حتى هذه اللحظة هو المسؤول، هو مسؤول مسؤولية سياسية ومسؤولية جنائية ومسؤولية إدارية.
ما يحصل أنه يراد التعتيم على هذه المسؤولية، ما يراد التعتيم على هذا الطرف، سواء كان هذا الطرف هو حزب الله أو أحد حلفاء حزب الله في الحكم، لكنهم من وجهة نظر الشعب اللبناني الذي بدأ يخرج من عباءة هذه الأحزاب هم كلهم طرف واحد. يعني الشعار الذي بدأت فيه تظاهرات تشرين الماضي هو كل يعني كل، بمعنى الشعب اللبناني الآن ينظر إلى الطبقة السياسية لأنها شيء واحد، شيء واحد، هي تقسم المناصب وتقسم الأدوار، وعند كل أزمة سياسية تفتعل الأزمات الطائفية والحديث الطائفي حتى تعيد تفكيك أي حراك وطني قابل للنجاح. هذا ما يحصل على الواقع. طيب سيد حسان، لماذا يتداعى مسؤولون سياسيون لبنانيون كبار إلى الدعوة للتحقيق الدولي؟ ما التفسير السياسي لهذه الدعوات؟ بداية التحقيق الدولي بدأ يأخذ طريقه. اليوم هناك 7 خبراء فرنسيين حضروا مع ماكرون في رحلته إلى لبنان، وقد انتدبهم مدعي عام التمييز للمشاركة بشكل رسمي للمشاركة في التحقيقات واستخدام خبراتهم إلى جانب المحققين اللبنانيين. وهذه أول خطوة، أن هناك عنصر خارجي فرنسي يشارك. الخطوة الثانية وهي لا تقل أهمية، وهي أن القضاء الفرنسي يعتبر نفسه معنيا بهذا الانفجار، لأن هناك مهندسا فرنسيا يعمل في بيروت وقد قتل خلال الانفجار، و24 مواطنا فرنسيا أصيبوا بجروح ممن يحملون ممن يعتبرون مزدوجي الجنسية لبناني وفرنسي. فاعتبر نفسه القضاء الفرنسي معني وفتح تحقيقا لمتابعة التحقيقات واتخاذ صفة الادعاء على من يجده مرتكبا أو منفذا لهذه الجريمة. إذن التحقيق الدولي أو بالأحرى التدخل الدولي في التحقيق بدأ يأخذ طريقه. السياسيين اللبنانيين يدركون أن لا مدخل لهم لمواجهة حزب الله على الساحة الداخلية إلا من خلال دعم خارجي وتدخل دولي، كما جرى عام 2005 بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فلذلك الآن الجميع يتمسك، يعني تكلم هنا عن سيد حسان، يعني أرجو المعذرة عن المقاطعة، يعني أنت قلت كلمة مهمة بأن المسؤولين اللبنانيين لا يملكون القدرة على مواجهة حزب الله إلا بتدخل خارجي. هذا يعني أن المسؤولين الذين طالبوا بتحقيق دولي لديهم قناعة داخلية بأن الحزب متورط في هذه القضية مثلا؟ لا شك في ذلك، وخاصة عندما تحدث وليد زنبلاط اليوم وتحدث بكل صراحة ووضوح أنه لن يستقيل من مجلس النواب حتى لا يترك هذا المجلس فريسة الجماعة العونية، النواب العونيين، يعني فريق الرئيس الجمهورية ميشيل عون، ولا أيضا فريسة حزب الله وفريق حزب الله، لأنه يستطيع عنها هذا الفريق أن يتخذ القرارات التي يريد. إذن التدخل الدولي سواء كان قضائيا أو سياسيا كما جرى اليوم مع زيارة ماكرون سوف يساعد على تخفيف قبضة حزب الله. وأكثر ما يقلق حزب الله اليوم هو خروج المرفأ من يده. المرفأ كان أداة أساسية في يده، بحيث كان يستطيع إدخال ما يريد من خلال المرفأ، وكان يستفيد منه ماديا أيضا لتمويل ميليشياته ومؤسساته وأجهزته. الآن هذا المرفأ أصبح عاطلا عن العمل، توقف عن العمل، والجيش اللبناني اتخذ قرار اليوم هذا الكلام ينقض فرضية مسؤولية حزب الله عن التفجير، لا يريد أن يخسر المرفأ. حزب الله لا يمكن أن يكون هو وراء التفجير، قد يكون هناك إهمال تسبب بالتفجير أو عدوان إسرائيلي تسبب بالتفجير، هذا ممكن. أما أن حزب الله قام بالتفجير لتعطيل عمل المحكمة الدولية أو تأخير إصدار قرار المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق بموضوع اغتيال الرئيس الحريري، هذا غير منطقي. دائما الجريمة يجب أن ننظر من يستفيد منها. حزب الله ماذا استفاد من هذا التفجير؟ تأخير القرار، انتقل من جريمة إلى جريمة، وأسس لتدخل دولي جديد. لا أظن أن حزب الله متورط في عملية التفجير، هو قد يكون تسبب بها من خلال تخزينه أو من خلال استخدامه لهذا العنبر، بحيث وقع إما عدوان وإما خطأ في صناعة أدى إلى هذا التفجير. أما أن يكون حزب الله خلفه فهذا طيب، مستبعد جدا. طيب، الإدارة الأمريكية وعلى في مقدمها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي قال إن هناك اعتداء، شبهة اعتداء وهجوم على المرفأ، وذكر أن هناك ربما قنبلة وضعت نقلا عن العسكريين مستشاريه العسكريين. ماذا يقرأ في هذا الاتهام؟ المسارعة في هذا التحديد؟ أعتقد أن ترامب لديه معلومات أو تحليلات تفيد بالرواية التي نفاها الضيف أن تكون ربما إيران وراء هذا الموضوع، محاولة عكس بوصلة الانفجارات. كيف كنا نرى انفجارات؟ هو قال لك أن حزب الله سيخسر المرفأ في هذه العملية. لو نظريات المستفيد لا تفسر كل شيء، اغتيال الحريري خسر منه النظام السوري لكن ثبت أنه كان متورط فيه. بطبيعة الحال لا نعرف كيف تحسب الأمور بالنهاية عند صناع القرار. مقصد كلامي أن لو كان الموضوع إسرائيلي لما تحدث ترامب عن هجوم. ترامب يغطي إسرائيل، فكيف يلمح إلى مسؤوليتها؟ وبالتالي هو كان يقصد طرف آخر غير إسرائيل وغير الانفجار العربي.
من آخر، بالأكيد إيران أو شخص أو طرف مرتبط بإيران. أعتقد ترامب يريد أن يلمح إلى ذلك، هل هو تحليل منه؟ هل هو لديه معلومات؟ ربما لدى الأمريكيين معلومات ستصدر في الأيام المقبلة، لا نعرف، أو لديهم اتهامات لديهم لا نعرف، لكن واضح أن الموضوع بدأ يأخذ منحا دوليا لكن بشكل بطيء، يعني أو بشكل في الأيام المقبلة ستظهر أمور وراء أمور في هذا الملف. الموضوع لا يزال لغزا، لكن الواضح أن هناك مسؤولية. كل السيناريوهات تقول أن من يحكم لبنان هو المسؤول عن هذه الكارثة التي وقعت، وينبغي فعلا أن يحاسب الناس، أن تصاب المشانق كما يقول الناس في الشارع، سواء بالإهمال أو بالفساد أو بالافتعال. لا يمكن أن تنزع المسؤولية من الدولة اللبنانية ومن يحكم الدولة اللبنانية في لبنان، لأنهم يعني الإهمال لوحده جريمة، فكيف لو كان الموضوع مفتعل، ولو كان فعلا هناك بضاعة خزنت عن عمد في هذه المنطقة لأعمال عسكرية فهذه كارثة أكبر. يعني كيف أنت تتحصن أو تجعل مخازنك محصنة من الإسرائيليين في قلب العاصمة؟ هذا جنون رسمي، يعني هذا إجرام بحد نفسه. وبالتالي كل السيناريوهات تقود على أن من يحكم لبنان هو المسؤول الأول والأخير عن الموضوع. طيب، حان وقت الحديث عن التداعيات المحتملة لمثل هذا الانفجار الهائل الذي دمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية بيروت. وقفة قصيرة ومن ثم لنا عودة لاستكمال الحلقة. يا عقبت أهلا بكم سيد حسان. بالنظر إلى ظروف العصيبة التي يمر بها لبنان اقتصاديا وسياسيا، ماذا سيضيف تفجير بهذا الحجم إلى قائمة أزمات بلد يكاد يكون منكوبا أصلا؟ اسمح لي فقط للتوضيح، الرئيس الأمريكي ترامب في تصريحه الأولي قال أن هناك من المؤكد أن هجوما قد تسبب بالانفجار، لكنه في اليوم الثاني عاد عن هذا التصريح وقال أن لا معلومات مؤكدة حول حصول هجوم أدى إلى هذا الانفجار وأنه ينتظر نتائج التحقيق. كذلك القيادة العسكرية الأمريكية أكدت على أنها لم تحسن رأيها في أن هناك هجوما على هذا المخزن وأنها بانتظار نتائج التحقيق حتى هو سيد حسان قرارها. سيد حسان، حتى لو تراجع ترامب عن قراره، لا دخان من دون نار، يعني ما الذي دفعه بالدرجة الأولى يعني إلى إطلاق هذا التصريح؟ لكن لا بأس، هذا ربما بحثنا هذا يعني أن الولايات المتحدة تحاول حماية إسرائيل، لأن هذه الجريمة إذا كانت إسرائيل قامت بهذا الهجوم سوف يقودها إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية نتيجة سقوط العدد الهائل من الضحايا والتدمير الواسع في مدينة بيروت. إذا عدنا إلى الانفجار الآن والواقع اللبناني الاقتصادي والمالي، لبنان في حالة من الحصار الاقتصادي الدولي والعربي على لبنان، لا يوجد مساعدات تأتي إلى لبنان، هناك حصار من حيث التحويلات المالية التي يتم مراقبتها أو الحد منها. أيضا لبنان يعاني من أزمة الدولار ومن تراجع قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار، وهذا ينعكس سلبا على الواقع اللبناني حيث يعاني المواطن من الغلاء والتضخم وعدم القدرة على شراء الحاجيات، حتى أن منظمة الصحة الدولية تحدثت عن أن أطفال لبنان مهددين بالمجاعة من الآن حتى نهاية هذا العام. إذن هناك أزمة حقيقية يعيشها المواطن اللبناني، وجاء هذا الانفجار ليزيد من أزمات الشعب اللبناني والمواطن اللبناني. البعض انتظر دعما عربيا ودوليا للبنان للخروج من هذه الأزمة، لكن إذا تابعنا التصريحات والمساعدات التي تصل إلى الآن نلاحظ أنها كلها ركزت على مساعدات عينية وهي ضمن حدود المساعدات الطبية والمساعدات اللازمة للمستشفيات اللبنانية ولإخراج لبنان من حاجاته التي تلزمه لمعالجة المصابين والجرحى وبلسمة جراح المواطنين المعذبين. حتى ماكرون اليوم
في خلال زيارته تحدث عن أن المساعدات لن تأتي للحكومة اللبنانية، بل سيتم توزيعها عبر المؤسسات ومنظمات غير الحكومية والتي تثق بها الحكومة الفرنسية لمساعدة الشعب اللبناني نتيجة وجود منظومة فساد داخل السلطة اللبنانية. ومن باب التأكيد على هذا، بالأمس وقع خلاف في الحكومة اللبنانية بين وزيرة الدفاع ووزير الصحة. وزير الصحة يطالب باستلام المساعدات الدولية التي تأتي إلى لبنان لتوزيعها من قبل وزارة الصحة على المستشفيات والمستوصفات والمؤسسات الصحية، وفي نفس الوقت طالبت وزيرة الدفاع أن تستلمها هي شخصيا أو من خلال قيادة الجيش، باعتبار أن هناك إعلان لحالة الطوارئ، وبالتالي أصبح الجيش مسؤولا عن توزيع هذه المساعدات على المؤسسات الطبية. هنا يوجد أيضا تنازع صلاحيات وتنازع سلطات، وما نعرفه والجميع يعرفه أيضا في لبنان أن وزير الصحة التابع لحزب الله يخصص حزب الله بجزء مهم من المساعدات، واليوم يتم الحديث عن أن هناك مساعدات تركية وصلت إلى لبنان ويتم تفريغها وإنزالها في أماكن لحزب الله خاصة بحزب الله في منطقة بيروت وبالتحديد في منطقة رزاق الله، كما تم توزيع هذا الخبر من بعض شهود العيان. إذن هناك محاولة لدعم حزب الله بطريقة أو بأخرى على حساب الأمة العربية وعلى حساب المجتمع الدولي نتيجة ضعف إيران عن دعمه ومساعدته وتمويله. طيب. المجتمع الدولي مدرك لهذا الخطر ولا يريد أن ينزلق إلى هذا المنحدر. في سياق الحديث عن التداعيات، يعني عبد الرحمن، إذا ما شبهنا ما حصل بزلزال، وبالفعل الناس قالت إنه زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، إذا ما هذه الارتدادات، يعني أي القطاعات اللبنانية التي ستكون أكثر عرضة للتأثر السلبي بما حصل في المرفأ؟ يعني لبنان يعاني بقوة اقتصادية، يعني كان آخر ما ينقصه ضربة مثل بهذا المستوى، الخسائر المباشرة بين 3 إلى 5 مليار دولار. القطاع الرئيسي هو الاستيراد والتصدير، وتحديدا موضوع الأغذية، يعني نحن مخزونات القمح ضربت في هذا الانفجار، ميناء بيروت لن يعود قبل سنوات ربما إلى العمل أو أفضل أحواله، يعني بمعجزة قبل أشهر ميناء طرابلس لا يكفي لاستيعاب ليحل محل ميناء بيروت، بقية موانئ المنطقة لا يمكن أن تكون، يعني هي أصلا يعني تقريبا مشغولة 100%، وبالتالي نحن ربما في المستقبل أمام أزمة غذاء في لبنان على الأقل خلال الأسابيع المقبلة. هذا نحن أمام مخاطر أساسية، وإن كانت الحكومة تحاول أن تهون من الموضوع، لكن نحن فعلا لا أمام مخاطر كبيرة، ليس على المستوى الاقتصادي العام إنما على المستوى المعيشي البحت الذي يمس الناس. قد فعلا نعاني من أزمة غذائية أساسية في مستقبل الأيام. على الوضع الاقتصادي بيروت حجم الخسائر كبير جدا فيها، هذا فجميع القطاعات في لبنان هي فعلا اقتصاديا تعاني وستعاني في المستقبل، وهذا ما يعني أن الشعب اللبناني فعلا سيعاني في المستقبل القريب لمستوى كبير جدا. ومن هنا نفهم يعني بعض الإجراءات التي قامت بها الحكومة مؤخرا، منها السماح بالتحويل بالدولار، لأنها فعلا تريد أن تحرك الوضع ولو قليلا في ظل هذه الأزمة. طيب سيد حسان، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن الآن هذا الانفجار الكبير سيؤثر بشكل أو بآخر على الشارع اللبناني الغاضب، بما يدفعه إلى يعني العودة بزخم إلى الشارع؟ نتيجة التحقيق ستكون فاصلة جدا، هي مهلة 5 أيام وهي قريبة جدا، بقي منها 3 أيام. طبعا المواطن اللبناني يراقب بدقة ممارسة هذه السلطة وسلوك هذه السلطة، واليوم كان المشهد معيبا أن يأتي رئيس دولة فرنسا، جمهورية فرنسا إلى لبنان، يسير في الشارع يتفقد أحوال المواطنين اللبنانيين ويتحدث معهم، في حين ضاق المسؤولين اللبنانيين عن زيارة أماكن الانفجار بشكل جماهيري، بالعكس أتوا وزاروا مع مراقبة ومرافقة، وتم منع التواصل ما بينهم وبين الجماهير، حتى أنهم لم يزوروا أماكن السكنية التي تضررت. هذا المشهد أدخل في قلوب اللبنانيين أن هذه السلطة مفصولة عنهم، هي غير معنية بشؤونهم. طب سيد حسان، ولا تتحمل. هل توافق على أن أي مظاهرات مقبلة ستكون بعد نتائج التحقيق أو خروج نتائج التحقيق ربما يكون من شأنها أن تغير وجه لبنان السياسي إلى الأبد، هل توافق على هذا الرأي؟ لا شك أن مستقبل لبنان سوف يكون مختلف تماما بعد هذا الانفجار، لأن ما جرى اليوم في لبنان خلال هذه الأيام الماضية يؤكد أن التغيير ضروري، يجب رفع الوصاية الإيرانية عن لبنان. هذه الوصاية من خلال حزب الله على لبنان عزلته عن الأمة العربية وعن المجتمع الدولي، ولبنان الآن بين خيارين، إما أن يكون جزءا من المجتمع العربي والدولي يعيش برفاه ونمو اقتصادي واستقرار اجتماعي وسياسي، وإما أن يكون ساحة الصراع يتعرض ما بين اليوم والآخر إلى محاولة اغتيال
أو تفجير أو إطلاق نار على الحدود وما إلى هنالك من صراعات واغتيالات وزراعة مخدرات وتصدير حبوب مخدرة. نحن أمام مشهدين، إما أن نذهب باتجاه إنمائي واستقرار يؤسس لمستقبل مزهر وزاهر للبنانيين، وإما أن نبقى ساحة الصراع. لذلك الشعب اللبناني بدأ ينظر إلى الأمام، ينظر إلى مستقبل أبنائه ومستقبل حياته، كيف يمكن أن يعيشها بشكل أكثر رخاء وأكثر حرية وأكثر استقرارا. نعم، هذه الانفجار سوف يؤسس لمرحلة مختلفة تماما عما كنا عليه قبل هذا الانفجار. هذا على مستوى وجه لبنان السياسي، لكن ماذا عن وجود إيران؟ كثير من المراقبين، تابعت أنا الموضوع، شاهدت أن بسرعة كبيرة كثير من الكتاب والمراقبين كتبوا عن أن هذا هو الانفجار، هو الخطوة الأولى والواسعة لخروج إيران بثقلها وتأثيرها من لبنان. أنا كنت شبهت ببداية الحلقة أن ما حصل الآن هو شبيه ما حصل في 2005 اغتيال الرئيس الحريري، والخطوات ربما متشابهة. خرج النظام السوري في 2005 وربما الخطوات ستقود إلى خروج إيران من لبنان. الرئيس أن يأتي الرئيس الفرنسي هذا ليس مجرد عمل إنساني، هو كان سبق قبل أيام وزير الخارجية جون إيف لودريان وتلقى رسائل سلبية من حزب الله ومن الطبقة السياسية المؤيدة له، وبالتالي اليوم أتى الرئيس الفرنسي وطرح ميثاق. نعم، طرح ميثاق وهو طرح حلول وشروط نهائية وصل بها إلى المجتمع اللبناني وإلى عفوا الطبقة السياسية اللبنانية وبين حزب الله، ربما بشروط. على الأغلب أن هذه الشروط أقل ما فيها تنص على سحب سلطة حزب الله من المرفأ ومن المطار ومن المناطق والنقاط الحدودية مع سوريا. عندما تسحب سلطته طبعا هي وضعت كشروط اقتصادية لمنع التهريب، لأن هذه السلطة يحصل بها عملية تهريب، لكن الغرض منها بالنسبة للمجتمع الدولي ليس فقط اقتصادي، وإنما إضعاف تمويل حزب الله. حزب الله الآن يستعين بالتهريب لتعويض جزء من خسائره نتيجة العقوبات الأجنبية. هذه هي الشروط الدولية. في حال لم تستجب الدولة اللبنانية وحزب الله لهذه الشروط، يبدو أن المجتمع الدولي سيرفع يده عن لبنان، وربما هذا قد يكون مقدمة لنوع من الفوضى أو نوع من المواجهة مع إسرائيل أو أي شكل من أشكال. لكن إسرائيل لا تريد الفوضى في لبنان. الدولة لا نعرف بالنهاية ما هي الصفقات التي تدار. حزب الله نفسه قد يكون له مصلحة في نوع من المواجهة المحدودة مع إسرائيل، وبالتالي الأمور مفتوحة على كثير، لكن واضح أن المجتمع الدولي بدأ يتوجه بضغط أكبر لإخراج إسرائيل أو لإخراج إيران من لبنان. لكن الكرة الآن برأيي أصبحت في ملعب حزب الله وإيران، كيف سيردون على العرض الغربي الذي أتى به ماكرون، وإن كان لم يعلنه بشكل رسمي لكن تحدث عن ميثاق يعني تغيير شكل الدولة، وتحدث عن حلول على الأغلب هي نفس الحلول التي اقترحها البنك الدولي القائمة على موضوع تحرير المرفأ والمطار والحدود من سلطة حزب الله ومن سلطة حتى بعض المافيات الموجودة من الدولة في الجمارك وفي غيرها. أشكرك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، ختاما اشكر ضيفي الكريمين في الاستوديو عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني، وعبر الهاتف من صيدا حسان القطب مدير مركز لبناني للابحاث والدراسات. شكرا لكم، في حراسة الله.